على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من ان بوكس على شاشه صدى البلد. النهارده ان شاء الله زي ما معودينكم هيكون معانا فقرات حلوه وفقرات كمان مهمه جدا. ولكن قبل ما نقول لكم فقراتنا اسلم على اصحابي واخواتي فاروق. اهلا اهلا. ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ مساء الورد عليكم. ازيك يا رؤى؟ مساء الجمال يا حبايبي. ايه الاخبار؟ عامله ايه يا رؤى؟ منورين الدنيا. الحمد لله. واحنا مالنا مزبهلين ليه؟ حلوين. هقول لك احنا في العادي بنطلع اتنينات فبنسلم على بعض رايح جاي، انما فكره ابص لمين واسلم على مين ومين. حلو ده. في بهجه السنه الجديده. امال حاسسها؟ انا من اول السنه الجديده انا من اول السنه الجديده مش عارف اقضيها، يعني الموضوع كابس عليا بنوم. طب ده حاجه. لسه فاروق بيقول نفس الموضوع. مش عارف في بس انا باكل ولا ايه؟ اكل حاجه اول ما اكل حاجه من هنا على طول يا هشام. كده هو حمك في لحظه حتى لو لسه صاحي. ده علامات ايه دي؟ علامات ايه دي يا ترى؟ يا ترى سنه جديده دي. سنه جديده اللي بقى بطل اكل. يا ترى يا ترى البسبوسه بتنزل تعمل تجبس تقفل بتقفل وكل حاجه. اخباركم ايه؟ حلوين؟ كله زي الفل. 100 100 ان شاء الله. ان شاء الله كده تبقى سنه خير علينا اهو. ثالث ايامها كده باذن الله. هو الحمد لله الدنيا ماشيه جميله ورب تكون كده ايه بالخير علينا جميعا. خلينا كده نبدا معاكم كده يعني في كلامنا عن الفقرات اللي معانا النهارده. زي ما حضراتكم متعودين ان كل ثلاث بيكون معانا طبعا سوفيا زاده طبعا مفسره الاحلام. اللي بنتكلم معاها عن الاحلام وعن طبعا استفساراتكم من خلال الرسائل اللي بتجي لنا طبعا على السوشيال ميديا من خلال كمان مداخلاتكم معانا. فهنستناكم النهارده علشان نرد على كل استفساراتكم. تابعونا. هايل جدا. وبرده النهارده يكون معانا فقره يعني من نوع مختلف جدا وكمان فقره هامه جدا لكل بقى ايه محبي الفن التشكيلي وايضا برضو الناس اكيد يعني اللي هي ممكن الى حد ما ايه بتلمس شويه في الفن التشكيلي. اكيد برضو يعني ضيفنا اللي هنورنا النهارده هو اشهر من النار يعني ايه على العالم كده. هو طبعا الاستاذ محمد عبله وطبعا يعني من كبار الفنانين التشكيليين اللي موجودين في مصر والوطن العربي وايضا العالم يعني وليه وزنه وكمان ليه شغل يعني كبير جدا طبعا يعني بيتكلم عنه والاحلى بقى والاجمل ان هو حصل طبعا على وسام ويكاد يكون هو الاول يعني في الوطن العربي وهو وسام جوتا من المانيا. النهارده فقره مخصصه يعني عن الاستاذ محمد عبله وان شاء الله هتكون فقره حلوه قوي. اكيد اكيد. طيب اما الفقره اللي قبلها فهنتكلم معاكم عن المشروبات الشتويه. يمكن معروف كده انه الشتاء يحب ان احنا ناكل حاجه زي فاروق صينيه بسبوسه ولا الحاجات كده. وفي ناس بتحب الصينيه. خليتني صينيه. انت بتاكل صينيه يا فاروق؟ انا عامل دايت. انا عامل دايت. انا زي فاروق صينيه. انا بقيت خلاص بتسم بالبسبوسه. بقيت خلاص انتوا بتوصفوني بالبسبوسه. ده حاجه او جوزين حمام يعني فاهم حاجه كده. ماشي قبل الهوا. ماشي حلو ده. شفت اي اكل عندنا ايه تاني؟ هنشوف طيب. ايه باقي المنيو بتاع فاروق. ولكن برضو في بعض المشروبات كده اللي الناس بتحب انها تشربها في الشتاء وبتكون مخصصه للشتاء. بس عندك حمص الشام، السحلب، الهوت شوكليت، الكاكاو، الحاجات دي كلها. فهنتكلم معاكم عن المشروب المفضل ليكم في الشتاء. وبالتحديد بقى هنتكلم عن الشاي. الشاي طلع ليه فوائد عظيمه جدا هنتكلم عنها بالتفصيل لكل الناس بقى. ايه كيفه الشاي كده؟ استنونا في الفقره اللي ده هتلاقي فيه كلام كتير قوي في الفقره دي. مش هنقدر نحصرها في الشاي بس، مع انها يعني الشاي اكتر. بس هنشوف. اوعي تنسي العدس. شوربه العدس دي طبعا. يا في كوبايه يا في سلطانيه اللي انت عايزه. في واحد حبيبنا بدا السنه الجديده بالعدس. مساء الخير يا جماعه. ايوه مساء الخير. طيب يا جماعه، طيب في اول فقرات كده معانا زي ما احنا عارفين ان في السنه الجديده بيكون في احتفالات كتيره. لكن كمان من ضمن الاحتفالات اللي كنا يعني بنتكلم عنها طبعا احتفال اللي نظمه طبعا صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه طبعا الدكتوره نفينا القباج وزيره التضامن الاجتماعي وكمان رئيسه مجلس اداره الصندوق. احتفاليه طبعا بمناسبه راس السنه للمتعافين من الادمان. ويمكن كمان الاحتفال ده مهم جدا يمكن علشان كل الناس فعلا اللي تعافوا من الادمان ان احنا نقدر يكونوا مشاركين في احتفال زي ده. وطبعا بيبثوا الوعي اكتر لكل طبعا اخواتهم ان هم ممكن يكونوا يلحقوهم في التعافي ويشوفوا ان فعلا اهتمام الدوله طبعا ووزاره التضامن الاجتماعي طبعا تحت طبعا يعني اشراف طبعا الدكتوره نفينا القباج ان هم يكونوا حريصين جدا ان هم يساعدوا كل الشباب
ان هم فعلا يغيروا من حياتهم وان فعلا يكون ليهم مستقبل افضل. فدي كانت من ضمن الاحتفالات اللي شهدتها طبعا يعني نقدر نقول مصر في 2023، ومن اهمهم ان هم يكونوا موجودين طبعا على الساحة، خصوصا ان احنا فعلا زي ما احنا دايما بيكون في اعلانات كتير على الشاشة طبعا من جهود الدولة ان الشباب كلها تكون تقدر تتعافى لو اي حد يعني ممكن يكون مصاب يعني بابتلاء زي ده، ان هو فعلا يقدر ان هو يروح ويشارك في الصندوق ده، وفعلا الدولة بتكون دعمة ليهم وكمان تعمل لهم احتفالات وكمان بتساعدهم على وجود فرص عمل في المستقبل. عظيم جدا. طيب قبل بقى ما نتكلم معكم باستفاضة عن طبعا الاحتفال الكبير ده، تعالوا بقى نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل بقية كلامنا، يلا بينا. تحت شعار يوم حماية المتعافين استعد صندوق علاج ومكافحة الإدمان لاحتفالات رأس السنة بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب ضمن المنتجات التي نفذها المتعافين، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية. دايما بيبقى فيه ارتباط شرطي بفكرة مشكلة فكرة تعاطي المخدرات وبعض المناسبات، ويمكن منها رأس السنة، وبالتالي احنا النهاردة متواجدين في حي الأسمرات، معنا 150 متعافي من الإدمان. الدولة بتقدم خدمة العلاج مجانا وفي سرية تامة من خلال 16-023 على مدار ال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. الرسالة الأساسية للأسر لازم نصاحب أولادنا بشكل كبير. احنا نقدر نقول من خلال المسح القومي الشامل اللي عمله صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 2022 اللي أكد على ان نسب التعاطي قلت عن الأول، يعني كانت في 2010 كانت 10.4، وصلت النهاردة ل 6.4، بعد كده على طول نزلنا في نسبة الإدمان نزلت شوية، ولكن احنا بنواجه مشكلة دلوقتي حاليا في المخدرات التخليقية بدأت تظهر بشكل كبير، بدأت يكون أثرها المجتمعية والاجتماعية بقت قوية جدا وبقت ملحوظة كمان من خلال السوشيال ميديا اللي موجودة. عشان كده بدأنا نطلق موجة جديدة من الوقاية علشان نقدر نوعي أولادنا وأطفالنا اللي موجودين في المدارس بخطورة المخدرات التخليقية وإزاي نقدر نبعد عنها. ويأتي حرص الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة دكتور نفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات. ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام الأعياد لحمايتهم من مجرد التفكير من العودة للإدمان. 25 سنة إدمان نشط، فضل ربنا سبحانه وتعالى جيت هنا عيادة الأسمرات وتابعت معاهم وبقيت أحسن، ولقيت ناس بتساعد بدون شروط وبدون مقابل وتابعت معاهم، والحمد لله أنا عامل دلوقتي سنة تعافي. أنصحهم ربنا يعفي عنهم ويشفيهم ويحاول اللي يعني لمؤاخذة لو الرجوليه ان انا اخد مخدرات، لا انا افضل عيل طول عمري بدون مخدرات. كل يوم تعافي بيبقى يوم احسن من اللي قبليه. فانا عدي دلوقتي انا بقالي مده 11 شهر و20 يوم متمنع عن المخدرات نهائي، فالفتره الظاهره دي احسن فتره في حياتي كلها. احساس بصراحه جميل جدا، اول مره اضحك بدون مخدر، اول مره بصراحه اعيش مع ناس بدون مخدر، ان انا اتحرك بدون مخدر. دخلت والناس عملتنا معامله كويسه هناك وناس خيرهم علينا، والحمد لله بقالي دلوقتي سنه وشهرين متعافي وبقيت احسن من الاول بكتير. انا دلوقتي الحمد لله بقالي 8 اشهر عايش من غير مخدرات، بنام كويس وبصحى كويس وباكل كويس وبنزل شغلي كويس وفايق للدنيا كلها، والدنيا اتغيرت معايا. زي ما حضراتكم كده شفتوا ان هو فعلا احتفال مهم، ويمكن كمان هو يعني كان في منطقة الأسمرات، ويمكن كمان بالأخص لما نيجي نتكلم عن المناطق دي ان هم فعلا هم عايشين في المناطق المطورة الجديدة، زي طبعا اللي هي كانت بديلة العشوائيات زي منطقة الأسمرات اللي كانت موجودة معانا دلوقتي في التقرير، والمحروسة واسطبل عنتر وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، وكمان
حي الضواحي بورسعيد. الاحتفاليه دي طبعا زي ما كان واضح كان فيها عدد كبير جدا، وطبعا كان مشارك فيها حوالي 500 مشارك من المتعافين وكمان اسرهم. كان في اجماع طبعا ان كل حد من المتعافين يكون اسرهم بتشاركهم الاحتفال ده فعلا، ويكونوا شايفينهم على ارض الواقع في مستقبل افضل واحسن. ويمكن ده كمان كان من ضمن برنامج حمايه المتعافين من الانتكاسه مره تانية، ان هو مش مجرد الصندوق بس بيكتفي بحته ان احنا ساهمنا في علاجك وساعدناك، لا احنا كمان بيعملوا زي كده ايه زي ما بيقولوا الريكفري، ان هو يفضل متابع معاك ان انت ما تخشش في الانتكاسه دي مره تانية. ودي كمان اعتقد من اهم الحاجات، لان احنا شفنا ناس كتير بتتعالج وبعد كده ممكن ترجع تخش في الموضوع ده مره تانية. بالظبط كده. ويمكن كمان الايفنت ده كان فيه ندوات للارشاد الاسري للمتعافين واسرهم عشان ياكدوا على اهميه دعم الاسره في مساعده المتعافين ان هم طبعا ما يرجعوش مره ثانيه، وان هم يكملوا المشوار اللي بداوه. وكمان اكدوا على انه في دورات للارشاد الاسري عشان تساعدهم انه حياتهم تكون مستقره في المستقبل، وكل ده طبعا بشكل مجاني بدون اي مقابل مادي. كمان كان في تنظيم ورش حكي وندوات للاطفال، وطبعا كان الهدف منها ان هم يتدربوا على ازاي يواجهوا المشاكل والازمات وازاي ياخدوا قرارات صح، ده طبعا بالاضافه لاكتشاف المواهب الفنيه اللي عند الاطفال. طبعا يعني ايفنت مهم جدا جدا جدا، والحلو اللي فيه غير طبعا التوعيه بمشاكل المخدرات وبالمشاكل كمان اللي بتترتب على فكره الادمان نفسها، هو الحلو انه لما حد بيكون بيتعافى من الادمان عشان ما يرجعش تاني، اعتقد انه في جزء منه التقدير، تقدير الناس اللي حواليه انه طول الوقت ان هم بيشجعوه، شايفين ان هو عمل حاجه عظيمه. وطبعا قرار انه حد يتعافى من الادمان بيكون قرار صعب جدا، ففكره ان هو حاسس انه الناس اللي حواليه بتدعمه والناس اللي حواليه بتشجعه وان هو فعلا قدر يعمل حاجه كبيره جدا، فاعتقد دي من ضمن الخطوات المهمه جدا اللي بتخليهم فعلا يكملوا مسيره التعافي بتاعتهم وان هم ما يرجعوش مره ثانيه. مظبوط صح. اللي عاجبني جدا ان هي حياه ادميه دلوقتي، يعني زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لعب كوره، الاطفال مع ابهاتهم، بص في تجمع حلو كده، حاجه محترمه جدا، في تكريمات حصلت اليوم ده، في الناس كلها متجمعه في مكان محترم، مكان نظيف، في زي ما احنا شايفين طبعا يعني البدايه الجديده لكل الاشخاص سواء كان الكبار او حتى الاطفال. اكيد الوضع مختلف، اكيد الواحد لما بيمشي في الطريق ده بيكون طريق يعني هلاك، طريق ضلمه من الاخر كده، لما الحياه بقى بترجع للنور مره اخرى وترجع بقى بشكلها الجميل المحترم الصحي ده، الواحد لازم يقف هنا ولازم كمان يعني نديلهم حقهم يعني بشكل اكبر، لان ده دور كبير جدا بتقوم به يعني بعض الجهات في الدوله بشكل واضح جدا، سواء كان صندوق مكافحة الإدمان، وأيضا برضو عندنا هنا الأمانة العامة برضو نفس الكلام لمكافحة الإدمان أو علاج الإدمان. يعني أيا كان كل واحد فيهم على حدة، وكل واحد فيهم بيحاول يسعى إن هو يقدم يعني الشكل الخاص بيه من جانب بقى العلاج وخلافه يعني بالمجان، ده دور محترم جدا بتقوم به الدولة، أنا شايف دي حاجة كويسة جدا، وفعلا الواحد مبسوط بالتطور الكبير اللي بيحصل من حين لاخر يعني. طبعا ده غير كمان الحياه الكريمه اللي هم يعني عايشينها دلوقتي بشكل مختلف، بعيدا بقى عن المناطق العشوائيه اللي كانت متواجده قبل كده، فطبعا بالتوفيق ليهم دايما، والواحد مبسوط بجد والله. بالظبط. يمكن فعلا فاروق زي ما انت قلت، يعني قلت كلام كتير فعلا مهم، ويمكن كمان مشاركة الأسر والأطفال إن هم شايفين أبهاتهم أو أخواتهم أو أي حاجة إن هم فعلا موجودين ومتجمعين ويحسوا بيهم بالفخر. وكمان أهم حاجة في الموضوع الرسالة اللي لسه الناس ما راحتش للصندوق ده وحاولت إن هي فعلا تحاول إن هي تحسن من نفسها وإن هم يقدروا يتخلصوا من أي حاجة يعني ممكن تكون مضرة بصحتهم. طبعا نتمنى للجميع للشفاء، وطبعا واللي طبعا يعني خلاص كده يعني تم شفائهم بالكامل طبعا نتمنى لهم طبعا الاستمرار والقوه طبعا ان شاء الله. كده اكون خلصت فقرتنا الاولى اللي كنا بنتكلم فيها، وخلينا بقى نتكلم معاكم كده في الايام الساعه الجميله اللي احنا عايشين فيها دي وبنحبها كده، ايه هو مشروبك المفضل؟
وايه المشروب الشتوي بالنسبه لك المفضل؟ وطبعا اكيد في اقاويل كتير، فاكيد برضو هنستنى كده يعني مداخلاتكم معانا عشان نعرف رايكم ايه في الموضوع ده، وكل واحد كده بيفضل ايه في حياته في الشتاء. مالك يا نوره، في ايه؟ انا سايبكم تخلصوا كلام. انا حسيت اللي هو هدوء. حسيت فيه هدوء انا مش متعود عليه. ما يا جماعة فانا اصل النهارده يعني الفقرات كلها مهمه، ومفيش فقرات ان احنا كده ناخد وندي فيها مع بعض نكشكوا فيها تنكشوا، فتلاقوني هاديه ومستكينه. بس ودي أنا طبيعتي. يا سلام، يعني غير كده خدت بالك من دي طبيعتي؟ طبعا بتاكد بايدها الاثنين. لا لا لا. وبعدين مين ده اللي بنهركش في اي حلقه؟ ايه؟ احنا ما بنهركش في اي حلقه؟ ما فيش الكلام ده. كده؟ هو كده. انا ما قلتش كده. ايه يا جماعه ده؟ هو لازم كده. بص، هي ما تجيش غير كده. صح. هي انا شكلي صح. محتاجه كوبايه شاي تفوقني عشان أيوة. احنا هو بالنسبه للبلد هو ايه ده؟ يعني عامل شغل كويس. ده تحس ان في وقار كده. لا في شغل عالي. في نضج. نقص البرنيت. عارف انت؟ معايا بره. يا ولد. نضج ووقار وهدوء دخل بقى. ايوه. نتكلم على الشاي. اتفضلي. عايزه اتكلم على الشاي يا جماعه. يعني يمكن احنا كل الناس او مش كل الناس يعني اغلب الناس كانوا زمان يقولوا لنا ايه الشاي؟ ان هو مش افيد حاجه، ما تشربش شاي كتير عشان ده بيكسر الحديد اللي في جسمك، ما تشربش شاي بعد الاكل مباشره عشان مش عارفه بيعمل ايه، ودايما في سمعه وحشه طالعه على الشاي. ولكن الدراسه بقى اللي معانا النهارده جت علشان يعني تبسط كده كل الناس محبي الشاي وكل الناس اللي بيتعدل مزاجهم بكوبايه شاي حلوه، عشان تقول لهم بقى فوائد الشاي الاسود. في دراسه صينيه جديده قالت ايه بقى؟ انه الشخص لما يشرب كوبايه شاي في اليوم ده بيحسن صحه القلب والاوعيه الدمويه، تمام؟ ده لو شرب ايه؟ كوبايه شاي واحده. ماشي. وده بعد ما تم مراجعه 19 دراسه علميه متخصصه، وقدموا كمان النتيجه دي في الاجتماع السنوي للجمعيه الاوروبيه لدراسه مرضى السكري، تمام؟ كمان نفس كوباية الشاي دي بتعمل ايه؟ بتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والوفيات بشكل عام. ودي حاجة غريبة أو نتيجة غريبة. الناس بقى اللي بتشرب حوالي 4 كوبايات شاي في اليوم أو أكتر من الشاي الأسود أو الشاي الأخضر، ده بيعمل ايه بقى؟ بيقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 17%، ودي دراسة عجيبة وصادمة. بس حلوة وجديد. حلوه طبعا. حلوه وجديده. بس كتير. هنا الاربع كوبايات شاي بس كتير برضو فعلا. هو كتير. يعني باعتدال يعني. بس في ناس كيفه شاي. لا لا، والشاي الاخضر مفيد. يعني اصل هم عاملين مش بكثره على الاسود ده كان اول حاجه. السكر هو عندهم اسم حاجه كده غريبه مش عارف اسمه ايه. اولونج. هم اليوم كذا نوع شاي. شاي تاني. طيب ده كده لو 4 كوبايات. اما بقى لو 3 كوبايات برضو احنا هنا ايه يعني الفكره ان هم اخد لك من يعني من اقل حاجه لاكتر حاجه، فبقول لك اكتر حاجه ما تزودش عنها 4 كوبايات، لكن ممكن برضو تقل شويه. يعني لو 3 كوبايات هتلاقي عندك ايه انك ممكن انك ممكن نسبه برضو ايه المخاطر يعني اللي ممكن تتجنبها لا قدر الله بالاصابه من مرض السكري بالاخص، يعني اللي هو خاص بالنوع الثاني. بيقول لك بيقللوا بنسبه ممكن 4%، برضو دي نسبه الى حد ما يعني داخله من ضمن الحاجات مش وحشه. وبرضو بيقول لك ايه النسبه ممكن تقل بالنسبه للسكري العادي 1%، نسبه قليله بس ايه الى حد ما ليه فوائد. كان زمان دايما يقول لك الشاي مشكلته كبيره جدا انك لو اكلته لو شربته بعد الاكل على طول او اكل الفيتامينات اللي البروتين او حاجه يقول لك لا مش صح. بس هنا الظاهر بقى ليها اوقات معينه ممكن تشرب الشاي فيها بشكل كويس ومنتظم من الصبح كده لحد ايه قبل ما تنام بشويتين محترمين، يعني هتلاقي الدنيا عندك ظبطت. هو يعني انا ممكن اعتقد طبعا يعني ممكن هم الدكاتره والاطباء هم اللي يردوا علينا في حاجه زي دي، بس برضو اعتقد ان احنا دايما بنميل لكل حاجه للوسط في حياتنا يعني. خير الامور الوسط. فممكن حته اللي هو ايه مش لازم بعد الاكل على طول، حتى لو مياه غازيه او مياه عاديه او اي حاجه، ان بتدي فتره مساحه او ساعه على الاقل او ساعه ونص. فاعتقد لو انت قدرت توزع الموضوع ده ممكن كويس. يكون لطيف. لكن برضو خلينا نكمل معاكم برضو الدراسة. هي برضو بيتكلموا زي ما فاروق ونورة قالوا كده أجزاء عن الدراسة. هو قال لك برضو لو أنت هترجع تشرب كوبايتين بس على مدار 14 سنة فده طبعا هيقلل نسبة الوفاة بنسبة من 9 ل 13% لمدة 14 سنة. تشربي شاي بقالك قد إيه؟
بشربه بس مش بشكل منتظم يعني مش يعني انا القهوه هي اللي اساسي في حياتي. ما القهوه تقريبا نفس في تشابه في الموضوع. هي القهوه كده كده مفيده للقلب ويعني برضو مفيده عامه في حاجات كتير، بس كترها هو اللي مضر اكيد. وطريقه عمل القهوه نفسها بتختلف. برضو بتفرق يعني في صح. في حاجات بتبقى مضره شويه للمعده والحاجات دي كلها، وفي حاجات تانية كويسه. الشاي بشربه من زمان اكيد، بس مش اساسي يعني مش مع يعني اشربه مثلا بعد اكله حلوه كده اللي هو تحس ان انت حالا عايز مش يوميا كوبايه شاي بالنعناع. ايوه بالظبط مش يوميا، تحبس بكوبايه شاي بتاع اوقات مثلا كوبايه شاي بلبن وبسكوت. مش عارف شاي بلبن ده ما اقدرش عليه. ليه جميل ده ما اقدرش عليه؟ ده بتاع الناس المسالمه، ده طبطبه قوي في الحياة. يعني اللي هو الشاي بلبن ده طبطبه فعلا. جميل ده، تحس انت مش فاهم انت عايز ايه. هو صح. حلو صح. هو انت بتشرب حاجه بس انت مبسوط، لا انت رحت للشاي ولا رحت للبن ولا خدت فايده الشاي ولا خدت فايده اللبن اصلا، بس في مزاج. ما انت ما خدتش فايده ده ولا ده. لا حلو 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 هو حلو هو طبعا يعني مشروب مصري. وبعدين على فكره اقول لك على حاجه، انت اما بتشرب كوبايه الشاي بلبن دي بيبقى عندك اعتقاد كده من جواك ان انا مش هصحى يعني مش هيسهرني عشان حطيت عليه لبن. بالظبط. واعتقاد ان انا بعمل حاجه مفيده عشان انا بشرب لبن. بالظبط فاهم. فيعني هتحس انه الموضوع ظريف معاك، اللي هو عادي لو خدته قبل النوم مش هيقدر. بقول لك ايه بقى، معاه بقى ايه؟ فينو موحوح. فينو جبنه رومي. جبنه رومي قديمه سايحه مطارخ. لا مش سايحه. لا مش سايحه. العيش سخن. بس يبقى الجبنه الرومي اللي جواها شيء صاحب مزاج عالي، تبقى ايه بطارخ. اللي هي القديمه الحلوه دي يا جماعه. أيوة كل أيوة عارفينها دي. اللي هي ايه الحلوه دي اللي هي تلسع انت مرمله كده، تبقى مرمله تلسع في سقف أيوة الحلق دي، معاها بقى ايه كوبايه شاي بلبن. الله تبقى دي بقى ايه، دي العظمه. عارف مش عايز حاجه بالدنيا. الجبنه الرومي دي عليها حته فلفل بقى جوه البتاع ده، فلفل عشان يكسر اللسعه دي. تقطم. ايوه احنا جعانين يا جماعه. طيب يا جماعه احنا استفدنا من الفقره دي ان احنا جعانين. عظيم. لا احنا بنتكلم مع الناس ان هو نديهم الفايده من الشاي. طب بسكوت او المشروب. البسكوت سقسقه او بقسماط مفيش مشكله. لا البسكوت بيبقى احلى. ماشي. انا عايز اقول لك انا ماما زمان قاعده من الاكل والشرب مبسوطه قوي. ايه ده؟ والله هتلاقي قاعده مبسوطه قوي والدتي. والله امي دلوقتي قاعده مفضل. ده طبعا اللي بتقوله بقسماط وبسكوت وشاي فيه يعني. لا 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 الموضوع ده حطيت كوبايه شاي والنبي وانا جاي. مش حارمينك من حاجه اهو، مش حارمينك من حاجه خالص. اتنين في الخمسين بقى يبقى ايه، يبقى زي لا لا مش خمسين ده بيبقى شفشه حضرتك. انت تقول لي ده بالنسبه للشاي كده. طب في حاجه تانية في الشاي برضو معانا؟ شريف قال انت قلت الكوبايتين. قلت الكوبايتين من بتاعت بتحد من نسبه الوفيات لو استمرت على 14 سنه من 9 ل 13%. وكلنا على الشاي بلبن خلاص. طيب ماشي ندخل بقى على السحلب. ايه معايا تليفون؟ لا معايا. مالك ايه؟ عملتك انت ايه الحركه دي؟ هنخش في توتر حصل. مالك في ايه؟ عشان سحلب لازم تديله حقيقته. سحلب مكسرات بقى وحركات. سحلب. وفي بقى السحلب اما تحط عليه شويه فاكهه وشويه مكسرات. لا بس كده كسرنا الليله كلها. ايه ده ليه يا فاروق؟ هو السحلب سحلب كده زي ما هو كده. هند وسوداني و هو السحلب يعني هو سحلب كده هو كده. الشوب بتاع السحلب ده هو ما ينفعش تحط عليه فراوله بقى وحاجات اللي هي سكينه. انا بحبه سحلب سحلب بس احط عليه شوكولاته خام. هو السحلب هو كده بجوز الهند اللي هي مش حتى مسكرة. مش مكسرات بسوداني وحركات. عارف انت تتبسط. تحس كده ان في مصنع اشتغل. تحس كده عارف انت ممكن تولد طاقه. بس انا هقول لك على حاجه إيه؟ السحلب برضو الطريقه تختلف يعني، ولا يطلع منك تقيل مهلبيه ولا يبقى خفيف كده ما تحسوش سحلب، تحس ان انت بتشرب لبن بجوز الهند يعني. ما هي بقى هنا دي الطريقه الظابطه بقى. دي صح الظابطه وحرارته وسخونيته بتفرق. لازم يبقى سخن مولع. سخن قوي لان كل ما بيبرد تلاقيه بدا يمسك في بعضه اكتر. فهي دي عشان نشا. نشا طبعا نشا. ولازم السحلب اما يتحط مع اللبن اللبن يكون ساقع يعني يتدوب في الاول بجد؟ اللبن الساقع ما ينفعش يتحط. ده برضو من المشروبات الحلوه بحس ان هي برضو شتوية يعني بحتة. شتويه ومفيده وفي نفس الوقت برضو بتخن وبتدفي وتخن. ده بتخن كله بيتخن. طب ما هو برضو خلي بالك ما هو عندنا ما حمص الشام حلو وما بيتخنش. ده كويس بنسب ده. ليه بنسب ليه بنسب ليه اي حاجه بنسب يعني هي
هو انت بتعمل هديت لها هيحل لما قال انهارت قدامها قالت لي حلو ما بيدخنش قلت لها بنسب قالت لي ليه بنسب ايوه ليه ليه ده انا شاربه حله قبل ايوه سعرات حراريه كتير ده لا مش سعرات ده حمص الشلال. هو بص هو بروتين بروتين نباتي ايوه بالظبط ومهم جدا بس انا بقول لك يعني اصل في ناس والميه بتسيبك من البروتين واهم حاجه الميه الميه طبعا طبعا اصل بص هقول لك حاجه كمون وليمون يا نهار ابيض الليمون عارفه الليمون بقى ايه مظبوط ظبط عليه حلوه كده يبقى الموضوع تمام الله طب ما تيجي نعرف تمام ده برضو اكله حلوه ده برضو وجبه ده يعتبر مشروب وجبه ثاني واحده انا رامي الو يا رامي الو ازيك يا رامي اتاخرنا عليك يا رامي جعانين بس احنا جعانين فكنا بنتناقش في الموضوع يا رامي ايوه مشروبك المفضل ايه يا رامي في الشتاء والله يعني هو في الشتاء وغير الشتاء انا بشرب شاي بلبن شاي بلبن طيب برضه بس في الشتاء بالذات بيبقى بميل للهوت شوكليت اكتر يعني الايه هوت شوكليت هوت شوكليت كاكاو يا عم قول كاكاو لا الهوت شوكليت حاجه والكاكاو حاجه لا هو كاكاو لا طبعا انت بتشربه اللي هو الباودر يعني ولا بتشربه اللي هو الشوكولاته اللي بتحطها جواه يعني ده او ده يعني عادي هو مفيش احسن من الباودر اللي هو بس دلوقتي هو غالي شويه ما حدش لا هو الكاكاو ده اللي هو النوع الاصفر اللي كلنا عارفينه من واحنا صغيرين ده يتقال لا 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 في بقى النوع الاحمر ده القديم ده على قديمه اي ما ده كاكاو عادي ايوه ما هو ده كاكاو ده اللي انا ثاني انا بسخن لبن واجيب الشوكولاته اللي انا لا هتعرضيني هعرضك هتعرضيني هعرضك خلي بالك من دي لا لحظه واحده بقى استنى يا رامي لا كاكاو هوت شوكليت الهوت شوكليت بقى ده يتقب يقبل انه يتحط عليه مثلا كام واحده مارشميلو كده بص ده بقى الحاجات الجديده بقى الحاجات الجديده دي الحاجات الجديده دي الاختراعات الجديده ما هو لا هوت شوكليت كده كده بيتاخد انت بتاع انهي مدرسه يا رامي عاملينه بسكر فالموضوع رهيب لا انا عادي انا اللي بتشرب لوحده المارشميلو ده ماليش دعوه ده بتاع البنات ده بتاع نوره كده حلو قوي بس لا جامد بجد والله طب الهوت شوكليت دي بقى فظيعه حلو بالمارشميلو ولو عندك بقى بشبوري بقى سخن عارفه يتشوي عليه اروقه كده من فوق وبتاع انا احنا اكتشفنا يا جماعه في الحلقه دي الحمد لله ان احنا ثلاثه جعانين طب بقول لك يا رامي عايزين نتدفى ايه رايك في موضوع ان الشاي طلع ليه فايده دي يعني كنت متصور ده قبل كده هو يعني هم كل اللي بيتقال عليه كده كده اشاعات يعني انا اشاعات الشاي كله فوائد ده عملوا مش عارف 9 ابحاث في القصه دي طلع ان الموضوع ليه فوائد فعلا في الشاي الاحمر او الشاي بتاعنا اللي احنا بنشربه الاسود ده لا ما هو ده الشاي عموما الشاي الاخضر الثاني ده ما بعترفش بيه لا الشاي الاخضر برضه ليه فايده ليه فيها فوائد كتير هو بيقول لك بيخسس بس احنا بنخسس بس هو بيقول لك فوائد بس احنا مش عايزينها لا مش كده ليه ماشي نورتنا يا رامي شكرا ليك يا رامي شكرا ليك هو حته الشاي الاخضر دي هو يعني الشاي الاخضر فيه مضادات للاكسده عاليه جدا بالظبط ده مهم لكن برضه كتره بيوطي الضغط لان هو بينزل بيساعد على ان الجسم يعني طبعا بيحفز انا كانوا بيقولوا مضادات الاكسده يا جماعه لا انا غير كده انا كانوا بيقولوا لي المعلومه دي ان هو بيقلل الضغط وبعدين اكتشفت ان هو اصلا فيه كافيين فمنين بيقلل الضغط ومنين فيه كافيين هو مضر للميه في الجسم أيوة فبيخلي الجسم يفقد الميه فلما تشرب بالظبط فلما بتشربيه بكميات في ناس يقول لك انا هشربه كتير عشان اخس فبيخلي جسمك يفقد ميه فبتخش بالتالي طبعا الحمام كتير وكده وما بتعوضيش ده فبيقلل الضغط لان طبعا الميه اللي جسمك بيفقدها دي بتنزل معاها معادن كتير واملاح فهو ده اللي بيسبب حلو ده حلو انا اجيب جردل شاي اخضر اقعد اشرب فيه طول الحلقه عشان هم بيعلوا لي الضغط يا جماعه فانا ضغطي ما يعلاش اكتر من كده ما يعني هننهي الفقره دي خلاص بتشرب كازوزه بيقول لك بشرب شاي اخضر بص بقى فاروق لازم يحط التاتش يا جماعه فقرتنا خلصت هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هينورنا الفنان وبعدين هشام قال لها طلع فاصل الكبير ايوه قول لها اتش تاخد حقي بجد ايوه قال لي انا طب يلا ايوه قال لي انا شفتي بقى الكلام ده يلا يا فاروق طب مش هطلع انا قاعد بقى مش طالع فوق انا قاعد بقى انا مبسوط انا يا جماعه اتحسبت ولا ايه بصوا بقى التهريج طيب يا جماعه بصوا على الهواء لا طيب يا جماعه خلاص هطلع انا فاصل طيب بصوا يا جماعه خلاص يعني بعد الفاصل بقى نستقبل معاكم واحد طبعا من اهم الفنانين التشكيليين طبعا اللي موجودين في مصر والوطن العربي وايضا العالم يعني ومصر دايما ولاده هينورنا بعد الفاصل الفنان التشكيلي الكبير الاستاذ محمد عبله بعد الفاصل خليكم معانا طيب بصوا يا جماعه يعني في الحقيقه كده ايه مصر مليانه بالفنانين دايما اللي رافعين اسم مصر سواء كان يعني داخليا او حتى كمان خارجيا ما شاء الله وعندنا في يعني اسماء كبيره وعلامه وبالاخص لما نتكلم على الفن التشكيلي فاحنا النهارده منورنا ايه يعني نقدر نقول عليه مدرسه
او كليه او اي حاجه انت حابب تقولها، لان هو فعلا يعني ليه اسلوبه الخاص وموهبته الكبيره طبعا اللي بتفرض نفسها على الساحه الفنيه وبالاخص يعني الفن التشكيلي. والجميل كمان ان هو يعني مشرفنا خارجيا وحصل على وسام كبير من المانيا، وهو وسام جوتا كاول فنان تشكيلي مصري وعربي يحصل عليه، والحمد لله ده كان طبعا من نصيب فناننا التشكيلي المصري الكبير الاستاذ محمد عبلة اللي النهارده منورنا في انبوكس. يا استاذ محمد منورنا وكل سنه وحضرتك طيب. طيبين شكرا. منورنا ومبسوطين جدا انه حضرتك معانا النهارده، ويعني ان شاء الله يكون حوار ممتع ليك وللساده المشاهدين اكيد. ان شاء الله. حابين نبدا مع حضرتك من اخر حاجه وهو معرض ليالي المدينه، ويمكن المعرض ده بيحصل في القاهره وفي الرياض في نفس التوقيت. حابين نتكلم اكتر عن المعرض وعن سبب ان هو بيحصل في القاهره والرياض مع بعض في نفس التوقيت. وحصل ان انا اتفقت على المعرض في الرياض الاول، وبعد ما شفت الشغل كده استخسرت جدا انه ما يتعرضش في مصر، يعني زعلت جدا، كنت عايز الغي المعرض يعني. وبعدين قلنا حل وسط بقى، نقسم المعرض نصين، نص نعرضه في الرياض ونص نعرضه في القاهره في نفس التوقيت عشان يبقى اللي موجود ما تزعلش حد. يعني اللوحات اللي موجوده هنا غير اللي موجوده في الرياض، بس نفس الموضوع نفس الفتره. واحنا قسمناهم نص هنا ونص هنا عشان يعني هي جت بالصدفه الحقيقه يعني. لكن هو كان اصلا معمول على اساس انه يتعرض في الرياض، بس انا بعد ما شفت الشغل ما كنتش اتفقت على المعرض من غير ما اشوف الشغل. لما بدات اشتغل حسيت ان انا مستخسر من المعرض في الرياض بس يعني. هو واضح من كلام حضرتك ان هو خد وقت ومجهود كبير في تحضيره، خد وقت قد ايه طبعا تحضيره في الرياض الاول، وبعدين لما جت الفكره لحضرتك ان حضرتك كمان تعرضه في مصر. هو انا المعرض اسمه ليالي المدينه. مظبوط. وهو امتداد لموضوع انا بشتغل عليه بقالي فتره من 2009، هو القاهره بالليل أو الليل المدينة القاهرة بالذات يعني. فأنا بحاول ألقط يعني قيم جمالية في الليل بقالي فترة، والموضوع مش سهل لأن رسم الليل صعب جدا. طبعا. الناس متعودة ترسم في ضوء النهار. مظبوط. الألوان بتبقى واخدة يعني بريقها، لكن بالليل بيبقى فيه بداية في الليل هي الأضواء الصناعية يعني البديل. وبعدين الوقت بقى لنا كام سنه كده بقى في مبالغات في الاضواء، فبقى في نيون وفوسفور وحاجات كده، فالوان الليل اتغيرت جدا. بس القاهره مشهوره بجمالها وبالاخص بالليل. القاهره بالليل جميله جدا طبعا، من اجمل مدن العالم. وانا لما بدات ارسم القاهره في الليل كنت بتلكك واركب طيارات اللي بتروح يعني الطيران المنخفض زي الاقصر واسوان وكده داخلي يعني، واقعد جنب الشباك وكده عشان اشوف القاهره في الليل يعني. هي من اجمل مدن العالم يعني. انا دايما بسافر وبسافرت كتير، وبقصد اسافر بالليل عشان اشوف المدن. فالقاهره من اجمل المدن بالليل. فهو الموضوع خد وقت طويل لانه هو بادئ من 2009 يعني، انا قاعد بخزن فيه الفتره الاخرانيه ديت. هو اخر 6 شهور كنت شغال على المعرض ده. حلو قوي. بيحتوي على كم لوحه او كم يعني حاجه خاصه بالليل القاهره او الشكل الخاص بجمال القاهره؟ هو المعرض فيه حوالي 60 بشقيه بقى الرياض والقاهره. القاهره بالظبط. 60 عمل كلهم بيتناولوا المدينه في الليل. ليل القاهره له مميزات كتيرة. أول حاجة القاهرة غير كتير من مدن العالم، مدينة لا تنام يعني. طول الليل أنت 24 ساعة القاهرة صاحية. أيوه. وليل القاهرة ما يعني في معظم بلاد العالم بتنام يعني أكتر حاجة الساعة 12. القاهرة بقى في مناطق بتصحى الساعة بتبدأ الحياة بنبدأ اليوم الساعة 12 بالليل. احنا معانا بيتعرض لوحات من المعرض. ايوه بالظبط.
دي اللوحات دي اللي موجودة في الرياض ولا؟ اللي هنا. هنا. اللي هنا عند التحرير صح؟ ده رمسيس. ده عبد المنعم رياض تحت. تحت عبد المنعم. تحرير. وده طلعت حرب. فهو انا وده الكورنيش. كورنيش ودي اللي وسط البلد. وسط البلد بقى الموتوسيكلات والحركه. انا قصدت كمان يا ده على يا ده احنا زحمه قوي بالليل. احنا دوشه قوي. فانا قصدت ارسم الاصوات كمان يعني ان اللي يقف قدام العمل يحس بالظبط زي ما نورا لسه قايله فعلا احنا دوشه قوي لان انا سمعت الصوت بتاع المراكب الاضواء ومليانه وخصوصا كمان الناس بتبالغ في الاضاءات صح فبتبقى فعلا مبهجه جدا. انا حقيقي. حاولت ابين البهجه بتاعه المدينه الحركه بتاعه المدينه الناس بيعملوا ايه بالليل. فده القصه وهو كان تحدي لان زي ما قلت ان صعب جدا انك ترسم الليل يعني تاريخ الفن 99.9 منه هي لوحات بالنهار بالظبط قليل جدا نترسم بالليل. انا مش عارفه ليه برضو جاي لي ايحاء كده وانا بشوف اللوحات انه حاسه انه ده مش في الوقت بتاعنا يعني انا حاسه انه الصور دي مثلا بتفكرني وانا صغيره او مواليد التسعينات عامه او الفتره دي اللي هو الاطفال اللي في الشارع الزينه بتاعه رمضان يمكن كانت اكتر منتشره. لا هو طبعا لسه موجوده في بس في اكيد في الحواري طبعا يعني في مناطق شعبيه بقى الطلبيه بقى وانا بلف بقى بالليل في الاماكن ديت لا بتلاقي طبعا المناطق الشعبيه الناس محافظه مهما كانت الظروف محافظين على تقاليد يعني تعليق الزينات والحاجات ديت طبعا وسط البلد ما بيبقاش فيها كده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني احنا بنفتقد دايما للحاله دي فاحنا بننزل للبلد زي ما حكى يقول لك احنا بننزل في وسط البلد علشان نتمشى ونتفرج من زحمه الحياه والشغل فده يمكن واضح جدا من رسومات حضرتك. لا انا بحب المدينه بحب القاهره جدا ودي متعتي في الحياه ان انا اتمشى في الشوارع يعني. جميله طبعا. هل بتتمشى طبعا. لمتعتك الشخصيه ولا بتتمشى بتخزن؟ لا ما فيش متعه شخصيه الفنانين ما عندهمش. انا بخزن صور. ما عندهمش متعه شخصيه هو الفنان لازم يملى الهارد ديسك طول صح. الوقت يحط صور ويحط حاجات طب بيمشي مفتح عينيه وده بس اكيد لما بيجي لك فيدباك على لوحاتك ده بيكون متعه شخصيه يعني طبعا هو الفن كده يعني انك بتعمل العمل وبتعمله مش عشانك يعني الفنانين في كل المجالات هو عامل زي النحله بيلف يجيب العسل ويديه للاخرين النحله ما بياكلش العسل صح طب استاذ محمد يعني في لحظه كده ما ترددتش في المعرض ده ان هو ممكن البعض مثلا بيحب ليله القاهره جدا او الشكل الليل في القاهره يكون بالجمال اللي احنا شايفينه ده من ضمن اللوحات يعني وفي البعض الاخر ممكن ايه عايز يهرب من الدوشه وعايز يهرب من صخب القاهره وبعض الزحام اللي موجوده في بعض المناطق والكلام ده هل في لحظه كده ما فكرتش ان اللي هو عنده مشكله من القصه دي هيشوفها ازاي ولا كان المردود بالنسبه لك ان لا كله هيشوفها بشكل او الحس الفني اللي انت يعني نفذته من خلال اللوحات هو شوف حضرتك دلوقتي بالنسبه للفن عامه مفيش فنان يقدر يرضي كل الناس يرضي كل الناس فانا بحب الدوشه وبحب الزحمه وبحب اعبر عنها في فنانين اخرين بيحبوا الهدوء وممكن يعبروا والطبيعه لكن مفيش فنان بيعبر عن كل الناس لكن انا لغايه دلوقتي يعني انا رسمت الهدوء مره في حياتي يعني معرض واحد بس غير كده لا انا بحب الدوشه والزحمه بس هي صور او مش عفوا هي رسومات معبره جدا يعني معبره بجد والله مضمونها معبر جدا انا شايف كان اللوحه قدامي تتكلم ما انا عايزه تتكلم طبعا انا ببقى اقصد بتمنى ان اللي يشوفها يحس ان هي بتتكلم وانا يعني الحمد لله معظم اللي شافوا الشغل
حاسه بالحركه والدوشه والحاجات. احنا شايفين حاسس ان اللوحه بتجري قدامي يعني. بالظبط احنا شايفينه من خلال يمكن خلال الكاميرا مش واقفين قدام اللوحه نفسها بس برضو ده وصل لنا يمكن كمان اللوحه مش واضحه لنا قوي زي ما هنكون واقفين قدامها. هو اللي يقف قدام العمل يحس فعلا بالظبط. خلينا برضو يعني نستغل وجود حضرتك معانا برضو ونتكلم عن وسام جوتا. وطبعا حضرتك حصلت عليه من المانيا برضو، عايزين نعرف تفاصيله، حضرتك كنت بتسعى ليه او ظروفه كانت ماشيه ازاي؟ لا هو الوسام ده بالذات محدش بيسعى ليه. هو انت بتتفاجئ ان هم بيتصلوا بيك ويسالوك ان احنا منحناك الوسام موافق تاخده ولا لا، ده السؤال الوحيد اللي بعد ما هم بيكونوا قضوا سنه يبحثوا، لان بيجي لهم ترشيحات من كل انحاء العالم يعني من 65 دوله بيقدموا معهد جوتا في كل الدول ديت بيقدم اسماء والاسماء دي بتروح لالمانيا في لجنه بتقعد تجتمع لمده سنه تدور بقى في الاسماء ديت وتجيب تاريخهم وتجيب كده، وبعدين لما بيستقروا على مجموعه الاسماء اللي هيحصلوا على الوسام، والوسام بيحصل عليه كل سنة أربعة من كل أنحاء العالم. ومصر في تاريخها، لأن الوسام ده عمره 70 سنة، مصر في تاريخها حصلت عليه أربع مرات، أنا رابع واحد مصري يحصل على الوسام. في قبل مني آخر واحد كان دكتور عبد الغفار مكاوي، وكان أستاذ الأدب الألماني ومترجم عظيم. بس في مجال الفن التشكيلي حضرتك اول في مجال الفن انا اول عربي يحصل عليه، انا اول مصري واول عربي. وفي العالم كله في تاريخ الجائزه برضو اللي حصلوا عليه من الفنانين اربعه في التاريخ كله، لان ما هم لان الشروط صعبه اصلا. ان لازم يكون اول حاجه هو يعني متمكن من مجاله، يعني اذا كان محترف مش هو طبعا متمكن من مجاله. تاني حاجة ان هو يكون عمل انجاز في المجال ده يعني لفت النظر له. تاني حاجة ان يكون الابداع بتاعه له صبغة انسانية، يعني ان هو بيهدف ان هو يوصل رسالة للاخرين. تالت حاجة ان هما ان يكون الشخص ده ما هوش بس مركز في المجال بتاعه، يكون له اهتمامات اخرى يعني اجتماعية سياسية انسانية، عشان ما يبقاش فن للفن. يعني هم بيهدفوا ان يختاروا ناس يكون هدفهم انساني والرسالة بتاعتهم بتتعدى حدود بلدهم. فبس هم قعدوا بقى يبحثوا لقوا ان تنطبق عليا الشروط ديت، فاتصلوا بي قالوا لي بقى انت ترشحت لوسام جوتا. انا اتفاجئت طبعا، لان انا عمري ما فكرت، ما جاش في بالي ابدا. يعني انا كنت فتره عايش في المانيا وعارف اهميه الوسام يعني واهميه جوتا نفسه كشاعر وكده، وطبعا كان نفسي ان اسمي يتحط جنبه باي حاجه، فجاتها الحمد لله. طيب يعني بما ان حضرتك اول فنان مصري وعربي فنان تشكيلي طبعا يحصل على الوسام ده، هل شايف انه ممكن يكون ليه تاثير من حيث رؤيه الغرب او يعني للفنانين المصريين والعربيين ومكانتهم كمان عامله ازاي؟ طبعا هم يعني حتى في السنه اللي هم بيبحثوا فيها الاسماء بيقروا كتير جدا، يعني لما لقوا ان في مثلا واحد مصري مترشح، فبالتالي هم بيبداوا يبصوا على الفن المصري من خلال شغلي، وبيشوفوا انا مكانت ايه جوه البلد جوه الحركه ديت. فبالتالي هم بداوا يبصوا، وبعدين الوقت اتكتب خلاص بقى في تاريخهم بقى ان في واحد مصري اخذ الوسام ده، فده كل واحد بيعمل سيرش على وسام جوتا هيلاقي اسم محمد عبده. منين محمد عبده من مصر؟ طب بيعمل ايه؟ فكده فهي دي فده، وكمان ده بقى بيفتح الباب ان في فنانين مصريين اخرين يحصلوا على الوسام، فنانين اخرين عرب يحصلوا على الوسام طبعا، لان دي سابقه اول مره هو يبقى فنان عربي يطلع، فدي مش هتبقى اخر مره بقى اكيد ان شاء الله باذن الله. وبالاخص برضو يعني ان في تجارب سابقه برضو مع معهد جوتا، يعني كان في مشاركه برضو مع انا عملت عملت معهد جوتا كان في فتره من فترات ما كانش فيه في مصر جلريات كتير، يعني كان كل الجلريات محدودة جدا، واللي كان
بيعمل نشاط ايامها كانت المراكز الثقافيه الاجنبيه، فكان معهد جوتا احد المراكز النشيطه اللي كان عنده قاعه عرض. فاحنا واحنا شباب صغيرين كنا بنعرض في معهد جوتا. انا عملت قبل كده في معهد جوتا معرضين من زمان، وعملت حفله جوازي برضو في معهد جوتا، كانت تجربه. حبيت برضو توثقوا في الاطار الفني والشكل. هو كانت تجربه ظريفه. انا كنت عايز اعمل حفله الجواز، فقلت اعملها في اعمل معرض وخلال المعرض اعملها. طيب يعني برضو لو هعرف حضرتك عملت معارض كتير في العالم كله. أيوه. واكيد في واحد فيهم او يكون قريب لقلبك او تحس ان هو كان مهم جدا او كان في نقله معينه. انا سافرت بلاد كتيره في مظبوط العالم وعرضت في اماكن كتيره، بس انا اعتقد مثلا من اجمل الاماكن اللي انا ممكن اكون عرضت فيها كان في السويد. لان كانت تجربه بالنسبه لي كانت مثيره. انا عرضت في متحف في مدينه في السويد، وبعدين كان اول مره اشوف حكايه ان المدارس بتعمل رحلات للمعرض، فكان كل يوم يبلغوني مدرسة الفلانية جاية، فتلاقي المدرسة يعني طوابير ومعاهم مدرسين الرسم وقاعدين يشرحوا لهم الشغل. وكان وجميل مرة مدرسة من المدارس ان التلامذة نفسهم شافوا لوحة معينة وقالوا للمدرس احنا عاوزين اللوحة دي في المدرسة. فالراجل قال لهم طيب اشتروها، فكتبوا لوزاره التعليم واشترت لهم اللوحه فعلا. بجد؟ حلو. كانت حاجه جميله جدا. انبسطت من الفكره، ودول اللي اختاروها الاولاد نفسهم. والمدرس كتب جواب لوزير التعليم قال له ان احنا رحنا مش عارف ايه. فكانت تجربه مثيره. وبعدين يعني الموضوع كان على بعضه جميل، يعني لان كان في دائما فكرة الرحلات دي بتاعت المدارس كانت جديدة، بينمي عندهم دايما الحس الفني وان هم يعرفوا قد ايه ان الفن التشكيلي مهم جدا. وفي عندنا فنانين عظام الحمد لله يعني من مختلف انحاء العالم. أيوة. يعني بيقدموا رسالة محترمة. أيوة. وده اللي بيخلي برضو يعني معلش انا هتطرق معاك لجزئية برضو خاصة شوية. وده اللي بيخليهم بره ان هو اللوحات بتاعتهم بتعرض بملايين الدولارات يعني او اليوروهات. ده موضوع تاني بقى. او العمله الصعبه يعني ده الموضوع الموضوع هناك برضو بيوصل لكده من ايه يعني. لا يعني في ظل وجود حضرتك طبعا مقامات كبيره موجوده في مصر. أيوة. قبل كده وليها تاريخ واسم، بس برضو احنا واقفين في منطقه معينه كده عايزين نبقى نوصل لل 50 مليون دولار وال 10 مليون يورو والكلام ده. دي اول حاجه الفن يعني زي ما هو إبداع وتواصل وقيم بتتنقل وكل الحاجات المعاني الجميلة دي، هو في النهاية صناعة. يعني أنت بتأسس ليها وصناعة بملايين الدولارات. بالظبط. فهم بره اشتغلوا على موضوع الصناعة دي، بيقدروا يدوروا على تاريخهم وبعدين يبروزوه ويتكلموا عنه كويس ويعملوا حواليه حكايات وكده. فيبقى الفنان مثلا بنتكلم على بيكاسو مثلا، فبيكاسو بنعمل حواليه قصص وحكايات. لما تنزل لوحه لبيكاسو في المزاد يبقى كل واحد عاوز يتمنى ان هو يقتنيها. احنا طبعا ما وصلناش للمرحله دي يعني لسه مازال، وده شغل بقى محتاج الدوله ومؤسسات خاصه كتير. وهو استثمار، يعني كل العالم مؤمن ان الفن استثمار. صح. احنا لسه ما وصلناش للموضوع ده. يعني الفن ناس بتستثمر فيه فلوس. مظبوط. وبتنمي ثروات. ويعني اللي باع لوح يعني في تمثال بتاع واحد اسمه جاكوميتي ب 90 مليون دولار. يعني جاكوميتي نفسه هو كان بيبيعه ب 900 جنيه يعني. لكن مع الوقت 900 جنيه بقوا 90 مليون. بس ده خد مجهود بقى ان في مؤسسات اشتغلت وبينت قيمه شغله وقد ايه نادر، والتمثال ده لما يتحط في متحف هيجي الاف الزوار يتفرجوا يدفعوا تذاكر. ما هي قصه بقى يعني، هي تجاره محتاجه عقليات
يعني احنا لو انتبهنا يعني فيها حوالينا دول زي مثلا دبي والحتت دي بيعملوا ملايين من الفن المصري. يعني احنا كفنانين مصريين اغلى سعر في الوطن العربي هو من الفنانين المصريين، واكتر شغل مطلوب هو، بس للاسف مش احنا اللي بنكسب منه، يعني حد تاني بيكسب. استاذ محمد، يعني احنا حابين نقول لك طبعا ان حضرتك شرفتنا ونورتنا، والف مبروك طبعا على الوسام، ونتمنى لك طبعا يعني مزيد من التوفيق باذن الله، وكل حاجه ان شاء الله تكون يعني خير على حضرتك في سنه 2023 ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا استاذ محمد. نتمنى بقى وجودك معانا تاني ان شاء الله. شكرا جدا. لسه بنكمل معاكم باقي فقراتنا طبعا، وبعد الفاصل هيكون معانا مفسره الاحلام صوفيا زاده، ونرد طبعا على كل استفساراتكم طبعا ومداخلاتكم معانا، بس بعد الفاصل طبعا. مكملين معاكم باقي فقراتنا، وجينا دلوقتي لفقرة تفسير الأحلام مع مفسرة الأحلام صوفيا زيادة. أول حلقة في 2023 يا رب كده كل أحلامنا الحلوة تتحقق يا رب يا رب إن شاء الله يجعلها سنة سعيدة علينا. مش هنقول سنة، هنقول عام سعيد علينا، لأن السنة دي جاية من السنان يعني فيها آلام وأوجاع، لكن عام جاي من يعني يعصرون فيه الناس، يعني معناها ايه؟ يعني كثره الخير. يعني اقول لك عام سعيد. عام سعيد. عام سعيد. السنه دي يعني انت بتدعي عليا. لا خلاص. يبقى سنه فيها عضعضه كده في الحياه ومش كويسه. عايزين عضعضه خالص. مش عايزين عضعضه. كل عام وانتم بخير حبايبي واصحابي ومتابعيني، بحبكم قوي، بحب قناه صدى البلد طبعا، حبيبتي وحبيبتي والقمر بتاعي. حبيبتي يا صوفيا. روح قلبي. حبيبتي يا صوفيا. طيب النهارده يعني هنتكلم كده الاول بشكل عام عن فكره الاحلام والناس بقى اللي بتحلم. مثلا في ناس بتدخل السنه الجديده تقول لك انا عايزه احقق واعمل 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 واعمل، يا رب كل اللي نفسه في حاجه يديها له يا رب يا رب. وساعات ده بيتعكس في المنام، سواء ان هو حقق الحاجه دي او ان هو زي ما تقولي كده الشيطان عقربها له، فيشوف ان هو لا مش هيقدر ومش هيوصل وكده. هل الاحلام في بداية السنين الجديدة عامة بتكون من عقلنا الباطن ولا بتكون لا. انذار او تبشير او كده؟ هقول لك على حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. عليه الصلاة والسلام. احنا في دماغنا في هارد. الهارد ده في احداث، في مواقف، في وشوش بني ادمين، في شخصيات كويسة وشخصيات وحشة، وفي يعني أحداث حلوة وأحداث مريرة وبلاوي. الهارد ده شايل بلاوي، تمام؟ الكمبيوتر العادي لما تيجي تفضي منه الحاجات دي فبتعملي له زي تنظيف عشان إيه؟ عشان يستوعب أحداث جديدة ويستوعب حاجات جديدة وأشخاص. نفس القصة سبحانك يا رب، بس هو بتكلم عن السنة الهجرية. في نهاية كل سنة هجرية بيحصل أحلام التطهير الذهني. تمام؟ بصي، سواء كنا مسيحيين كنا مسلمين، احنا بنشوف الموضوع ده يعني في بداية السنة العربية. تمام؟ طيب هتقولي في بداية السنة الميلادية، برضه دي سنة جديدة احنا عايشين فيها. عايشين فيها، ولو شفتي منامات اكيد المنام لو كان منذر فده لصالحك. يعني ربنا يقول لك مثلا ايه؟ خلي بالك من صاحبتك فلانه، او تشوفيها في هيئه مثلا وشها وش افعى، وهي او جسمها جسم افعى، وهي ست، هي صاحبتك اللي عارفاها. احذري، تشوفيها على هيئه نمر، تشوفيها على هيئه اي حيوان متوحش، تبقي مرعوبه، وخصوصا القرد. القرد؟ لا طب استني، قبل القرد وقبل قبل ما نتكلم انه ازاي الناس كمان تميز ما بين اذا كان الحلم ده فعلا بيحذرهم من حاجه او من عقلنا الباطن، خلينا ناخد معانا تليفونات بس ونرجع نكمل كلامنا. معانا اميره. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت طيبه. الله يحفظك. من فضلك عندي رؤيتين بس، ارجوك ما تقفليش عليا. والله ما بقفلش معايا التليفون. بنتي مخطوبه وحلمت بخطيبها بيقول لها ان هو حلق دقنه. كويس.
حلو. وهي قالت له كنت حلقت لما تيجي القاهرة. قال لها أنا لقيت دقني كبيرة حلقت بسرعة. هو في الحقيقة ليه دقن ولا لأ؟ هو بيحلق دقنه كل فترة. يعني دي دقن ماشي بدقنه. هقولك على حاجة. هو فتر. هو حلاقة الشارب محمودة ولكن حلاقة الذقن مش محمودة، لأنها بيقول لك إنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن تبقى فيه الذقن. بس في حاجة مبشرة بالخير لي. يا إما بقى إن شاء الله بإذن الله تعالى لما الواحد داخل على عيد الأضحى فبيضحي فبيقول لك أنا أحلل بعد ما أذبح. يحلل يعني يحلق. تمام؟ فمثلا هو عنده عيال ولا مراته حامل؟ لسه مخطوبة. ده لسه مخطوبة. طيب عموما هو إن شاء الله بإذن الله هيتجوز، لأن برضو التحليل ده معناه جواز يعني تجديد الحياة. يعني هيتجوزوا قريب. هيتجوزوا قريب. طب حلو. إن شاء الله سنة سعيدة عليهم. يا رب. حلوة قوي عليكم. الرؤية الثانية إيه؟ الرؤية الثانية بنتي حلمت. الو معاكي سامعينك اتفضلي. بنتي حلمت ان هي واقفه في الشارع قدام جامع اسمه جامع القاضي، وفي الحقيقه الجامع ده موجود وكده. قولي لي يا بنتك قد ايه؟ 28 سنه. ما بتصليش؟ نعم. ما بتصليش؟ نعم. ما بتصليش؟ لا تخلي اعلام اعلام. ما الصلاه اهم من الكليه ولا الجامع. والله يعني اسمعي يا حبيبتي هقول لك على حاجه. حبيبتي فضلي. القاضي هو الله، الطبيب هو الله. لما تيجي تقف قدام باب القاضي يعني انت ليك حاجه، فهي ليها حاجه، بس اللي معطلها انها تدخل المسجد بعدها من الله. ومفيش صلاه مفيش عباده مفيش تسبيح. احنا انا بحس البني ادمين اللي عايشين من غير صلاه وعباده وتسبيح ايه اقول لك ايه، زي الحيوانات التي ترعى في الارض. يعني بصي اخرهم وقود جهنم، وقودها الناس والحجاره، الناس المقصرين. يعني انت ايه بني ادم عايش في الدنيا ليه؟ مش عشان تعبد ربنا ولا تجمع في فلوس وتبقى زي وتعمل مشاكل وتعيش انسان لما تيجي تموت يقول ده ريحنا وارتاح. ليه انا محتاج دعوه وانا ميت في قبري حد يبعت لي يقول لي البقاء يعني ربنا يطول ايامك اقول ايه يعني ربنا يرحمك مش عارف ايه تبقى صدقه جاريه ليا. فليه اعيش واطلع من الدنيا عريانه؟ لازم اطلع وانا معايا حاجه كويسه، علاقتي بالله كانت كويسه، علاقتي بالاخرين يفتكروني. لازم نسيب طابع حلو للناس. لذلك التبسم في وجه اخيك صدقه. واحد راح هقولك على حاجه تانيه. في واحد راح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يعني هل انا اؤجر على ان انا اجامع زوجتي؟ قال له طبعا تؤجر. قال له ليه؟ قال له عشان انت لو كنت جامعت حد في الحرام كانت هتكتب لك ذنوب، ولكن في الحلال تكتب لك حسنات. وخلي بالك ان الحسنات تجب السيئات ما سبق تجبها، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاول ينسيكي تنسيه الفعل اللي انت فعلتيه ده. اخطأتي في حق الله، عملتي حاجه، بس تبنا. طالما تبنا يبقى ايه؟ يبقى الحمد لله تبنا، خلاص تبنا الى الله. الحمد لله. طيب شكرا ليك يا اميره. معانا تليفون تاني من دعاء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله وانت بخير دايما. ازي حضرتك دكتوره صوفيا؟ ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا بعشق حضرتك جدا والله. انا بحبك كمان يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب وكلك ذوق. ربنا يحبك فيك خلقه يا رب. يا رب ان شاء الله ويخليك يا روحي سنه وعام سعيد عليك يا رب. لو مش متجوزه تتجوزي، لو مش مخلفه تخلفي ان شاء الله. ايه ظروفك، متجوزه ولا مخلفه ولا ايه؟ قطعت دعاء. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. معانا أم محمد. ألو.
الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي. اتفضلي. انا بنتي ضايع منها حاجه. ايه هي؟ بنتي ضايع منها حاجه في بيتها. ايوه ايه هي؟ حلق ذهب. طيب ماشي، هندور لها عليه. وليه؟ حلقين ذهب. حلقين؟ صلاه قضاء حاجه. فشفت ان بنشر غسيل على الحبل بكرات بيضة ودربيتين، واحده بامبي واحده بيضة، وبنفضهم كده من على الحبل، والناس واقفه تحت بتبص عليا. دي كانت رؤية. الرؤية اللي انا عايز افهم، اللي منشورين على الحبل بتقولي دربيات؟ دربيتين بتوع السرير دي، مش كده؟ بتوع السرير. واحده بيضه وواحده بامبي. واحده بيضه وواحده بينك. واحده بيضه رجال بيضه. بتوعها اصلا ولا دول جداد عليها؟ لا ما اعرفش. يعني هم بتوعها في الحقيقه ولا لا؟ ما نعرفش. هي مش بنتك؟ هي بنتي اللي ضايع منها وانا اللي صليت. وشفت الدربيات دي؟ شفت الدربيات دي، انا منشراهم على الحبل وبكسرات بيضة، وبعدين ماسكاهم من على الحبل او بحطهم على الحبل. انت شاكه في مين بقى؟ قولي لي بقى، شاكه في مين خد الحلقان؟ ما انا مش شاكه في حد، انا سايباها على الله. هي عموما هقول لك على حاجه، هو حد مش من البيت. عشان ما تظلميش حد، لان لا طالما طالما نشر الحاجه بره، انت حكيت لكل الناس، قلت لهم ان انا. طب شوفي حضرتك، شوفي الرؤيه الثانيه يمكن لها علاقه بدي. اتفضلي. الجزء الثاني. نفس اليوم برضه. نشر هدوم برضه؟ الله يسلمك يا محمد. ايوه. تمام، اتفضلي. يا ام محمد. انا وجوز اختي. اسمه واختي ايه؟ اسمه في بيت. بس مش عارفه البيت ده مش بيتي ولا بيت بنتي. فاختي عايزه تغير هدومها، بتدور على السرير بتاعها ما لقيتهوش. سرير ازرق كده بتدور عليه مش لاقيه، عماله دولابه في الهدوم وفي الحاجه، وبتقول هي الحاجه دي راحت فين ومش لاقياها. طيب اسم اختك ايه؟ والرجاله بره بينادوا علينا عشان يطلعوا من البيت ده، نروحوا بيتنا. اسم اختك ايه؟ استني، انت عندك مشاكل مع انت، خلينا نتكلم معاكي. طب عشان اسم نفهم. اسم اختك ايه وجوزها الاول؟ لا معلش مش هقدر اقول اسامي. واحنا هنروح نبلغهم؟ ده احنا بنحل احلام. معلش انا على الهوا كده. مش يا حبيبتي في مليون فاطمه ومليون سعديه ومليون منال ومليون. طيب عامة هي اسامي اللي هي شقاوي. يا حبيبة قلبي، انت شاكه في اختك؟ لا 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 يا حبيبتي، بصي الاسم اللي هي قالته، اللي هي وبنتها اللي مخبيين الحاجه دي برضو من اهل جوزي، ما اقدرش اقول اسامي. طب انت يعني انا احل دلوقتي بكلمات طيب متقاطعه؟ شكرا. انت لا عايزه تقولي لي اسامي ولا عايزه تقولي لي حاجه. طب انا المفروض اعمل ايه؟ احل ازاي يعني؟ شكرا. هي شاكه، بصي هقول لك على حاجه، هي شاكه في حد معين، هي شاكه في حد بعينه. فهي مش وهي عايزه تسمع في المنام الاسم في الشيطان بيديكي. اتفضلي يا حبيبتي، مش انت عايزه تظلمي فلانه؟ انا ساعدك اجيب لك رؤيه واكيفها لك وايفها لك على مقاسك. بس مش شرط ان الرؤيه دي اطلاقا هي معناها الحاجه. انا قلت يا جماعه الاستخاره ما بيجيش بعدها رؤيه، ما بيجيش بعدها رؤيه، لان انت متعلق بحاجه معينه. هي بتقول صلي قضاء الحاجه، ما هي بتبقى حاجه كده زي ايه منتظره. طب ما هي شغله فكرك بالظبط. صح مظبوط. هيجي كده طيب. يعني شوفي انا بتاعت احلام، بقول لكم ما تاخدوش على الاحلام اللي بعد الاستخاره. هي تيسير يا تعسير، بس كده. يا تقومي مقبوضه يا تقومي منفرجه. تمام بس. طيب معانا تليفون من عليا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عليا؟ وبركاته. اهلا بحضرتك، اتفضلي. كنت بس عايزه اقول الحلم، كنت حلمته كذا مره. انتي انسه ولا متزوجه؟ لا انا انسه. عمرك قد ايه؟ 18 سنه. صغنونه، قولي يا قلبي. انا كنت بحلم دايما ان في حاجه وحشه بتجري ورايا بتخوفني، حاجه ضخمه. انتي بتصلي؟ لا انا حاليا بصلي. حاليا من امتى؟ من 3 ايام؟ طيب تمام. فكنت ايه بحلم ان في حاجه بتجري ورايا دايما بتخوفني،
بتخليني افضل اجري لحد ما ارمي نفسي من الشباك او البلكونه. يا خبر ابيض. وانزل اكمل جري برضو لاخر الشارع، بس هي ورايا بحس برضو ان انا متكتفه، لحد ما فعلا جيت في يوم انا فعلا وقعت من الدور الخامس. يا حبيبتي سلامتك. ايه ده بجد؟ الله يسلمك. اه ده من شهر 7. بصي بقى الحلم برضو بيراوي. هقول لك على حاجه، في مش كل حاجه نقدر نقولها على الاعلام. كلميني خاص هحللك اشكالك ده في لمح البصر. في لمح البصر. ايه ده انا عايز اعرف. باذن الله ان شاء الله. انا عايز اعرف. واكيد. طب رقم حضرتك. طب بصي اقول لك على حاجه. سيبي خشي سيبي خشي رقمك. خشي على البيج. سيبي رقمك في الكنترول. لا ما تتصلش بحد. انت مش هتتصلي بحد؟ هم يتصلوا، هم عارفين بيخشوا على صفحتي بيعرفوا بيتصلوا بايه عشان يوصلوا لي. طيب خلاص ادخلي على صافحه صوفيا على الفيسبوك. مظبوط كده؟ بالظبط. وابعتي لها وهي ان شاء الله ترد عليكي، بس انا عندي فضول. لا فضول ده بعد الحلقه. بعد الحلقه هتقولي لي. خلاص اوكي ماشي. طيب في ناس كتير تترعب. هتتخض. تترعب. طيب يا ستار. معانا تليفون تاني من منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، منورين. يا رب. ربنا يخليك يا منى. الله يخليك. لو سمحت يا دكتور، أنا كنت حلمت حلم من زمان قوي. خير يا رب. أنت قد إيه عمرك؟ إيه؟ لا أنا 50 سنة. يا حبيبتي ربنا يديك الصحة. ده الشباب بيبدأ بعد الستين. أنت لسه. إحنا لسه. ماشي. بصي هي بنتي كانت بتغسل المواعين. بنتك دي قد ايه؟ بنتي دي عزباء، عندها 25 سنة. متجوزة حاجة؟ مخطوبة؟ لا لا لا، عزباء. طب ربنا يخلي يا رب. وبعدين ايه، بنتي التانية بقى اللي هي متزوجة كانت لابسة بجامة وكانت ايه في الحمام. باباها عايز يدخل الحمام ويفتح عليها، وانا طبعا منعته وبنتي التانية منعته. يعني اللي بتغسل المواعين سابت المواعين وقالت له لا. ايه اخبار جوزك معاكوا يعني؟ في ايه؟ اخبار جوزك معاكوا ايه؟ هو متجوز عليا، انا كلمت حضرتك قبل كده برضه. والله اللي متجوزين كتير على بعض. لا هو متجوز يعني. مش عارف احصرهم. وقاعد معاها. ايه؟ فالمهم بقى سايبك ايه، وقاعد مع المواعين وانا كمان وعمالين نمنعه ان هو يدخل عليها. بس المهم فتح الباب بقوه وايه ودخل ايه، وهي كانت الحمد لله انها ايه واقفه على ايه على الحوض يعني مستوره. ايوه. الحمد لله ولابسه بجامه. فهو قال لها ايه، خدي الفلوس دي انا مش مديكي حاجه تاني. شكرا. بصي الراجل ده واضح ان هو اوقع الظلم عليكم كلكم. تمام. البنت اللي بتغسل المواعين دي نمره واحد، غسيل المواعين ده ان شاء الله زوال الهم والتعب. ان شاء الله باذن الله استعداد لمناسبه حلوه. حلو. يعني بنعد الاطباق عشان نستقبل ناس ان شاء الله يبقى لها يعني زي زواجها باذن الله تعالى. دي حاجه. البنت الثانيه اللي في الحمام عندها مشكله جدا، مشكله روحانيه، تواجد في الحمام بفتره كده عندها مشكله روحانيه قد تتجاوز حد الهلوسه. فهماني؟ من كتر ما هي تعبانه نفسيا او تعبانه هي اكيد لو معايا على الخط هتكمل معايا الموضوع. دي حاجه. حته ان والدها يخش عليها وبالقوه ومش عارف ايه، ده واضح ان هو مقاطعهم تماما، مقاطعهم قطيعه تماما، وواقع الظلم عليهم ان هو لا بيدفع فلوس ولا بيعمل خير ليهم وسايبهم وقاعد مع مراته الجديده. تمام. فكده هو بصراحه هو وكمان كسر الباب ودخل. يعني انت بتقتحم حرمه، ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انت فجرت في ايه؟ في ذنوبك. ان انت العيال دي مش شايلها، وكمان جاي كمان تتعدى عليهم. المفروض دي ستره، البنت ستره. بس الحمد لله ربنا سترها بدعوات امها ان هو دخل الحمام لقاها واقفه على الحوض مش بتعمل حاجه يعني. ده الحمد لله فضل وعدل من الله. خليها بقى البنت دي تكسر من الصلاه يعني وخليها مع تواصل مع الله، عشان بس موضوع وجودها في الحمام ده مش كويس. عايز اقول حاجه بس بمناسبه التواجد في الحمام بكثره، ارجوكم يا جماعه، الجن في الحمام بيتآنس بيكو، بيونسكو. يعني ما يجي الواحده ما يجيلهاش مزاج، او الواحد ما يجيلهوش مزاج يشرب القهوه او ياخد السيجاره الا في الحمام.
تمام؟ اه ده غلط. يقرا. طب ما انت بتقرا في حرف الميم وحرف الحاء كلمة الله. القراءة في الحمام حرام، لأن أنت بتذكر اسم الله عبد الله مش عارف إيه، بتجي لك آية قرآنية صلى على النبي حاجات زي كده تسمع، ويقعدوا يسمعوا في الإيه؟ في الأغاني. في الأغاني بقى اللي بتفرفش الشياطين اللي بتخليهم يتمسوا. يعني يا صوفيا الوقت جري معاكي، ما لحقناش نتكلم خالص خالص كالعادة يعني. نورتينا جدا وبشكرك، وعام سعيد عليك يا صوفيا. عام سعيد عليك يا رب وعلينا جميعا يا رب، وكل أهلنا وحبايبنا ومامتي. كل سنه وهي طيبه. الف بوسه، تحياتي ليكم. شكرا ليك يا صوفيا، نورتينا. كده خلصت فقرتنا وحلقتنا، ونشوفكم ان شاء الله على خير بكره الساعه 6:30. باي باي.